مرحبا. اليوم بدي ارجيكم جيم اسمه لامب لايت سيتي. لامب لايت سيتي هي جيم ادفنتشر اللي هو بوينت اند كليك ادفنتشر جيم، اللي هو تكبس على شغله بالمكان وبتصير بتعمل الشغله اللي موجوده. هي الجيم لما كنت بعرف عنها كثير اشياء، بعدين لقيتها وحاطين عليها موستلي بوزيتيف وكذا. ف هلا بقلكم شو الفكرة للجيم. فلعبتها الصراحة شيء مرتب كثير حلوة. انت بتلعب بالشخصية هاي اللي على اليسار اللي هو شرطي بهاي المدينة اللي ما لها حقيقية، مو موجودة بالعالم الحقيقي، بس مبنية على زمن اللي هو الفيكتوريان، اللي هو عم تحكي 1850 وما بعدها، اللي هي ثورة الآليات البخارية والأشياء هاي. والجيم بتتطرق لمواضيع كتير العلاقة بالسياسة والحريات، وموضوع اللي هو التمييز العرقي والأشياء هاي كلياتها. المهم خلينا نعمل سكيب. المهم انت والبارتنر تبعك هاد بدكم تعملوا بتحققوا بجرائم، تمام؟ وفعليا الحلو بالجيم، طبعا هي اسمها نيو بريتين، كل هذا مكان ماله موجود 1844. الفكرة وين؟ انه انت عم تحقق، والحلو بالموضوع انه الجيم صايرة عبارة عن episodes، ففي chapter 1, 2, 3، اظن خمس cases بدك تحلهم بهي الجيم. في خمس جرائم بتصير، خطف وقتل وكذا وهيك، بدك تعرف شو اللي صار وكيف ومين اللي عملها، وممكن تختار أكثر من شخصية لحتى إنه يكون هي اللي تتهمها. يعني بالأخير في منهم صح وفي منهم غلط، بس كل ياتون أنت على حسب التحقيق تبعك بيطلع لك مثلاً إنه أوكي مثلاً حتتهم، هل بتهم هاد ولا بتهم هاد، طب ليش تهمت هاد، ليش تهمت هاد، وفيك كل الأحوال تسلمون هيك. وهذا الشيء بيأثر على القصة وأنت مكمل. يعني لما تروح على الكيس اللي بعدها راح تشوف مثلا انه هون حنفوت ونشوف شو اللي صاير. طبعا هون القصه انه في واحد عم يجي يسرق الورد وبدون يعرفوا ليش. اوكي الحلو بقى انه فيك تتهم كذا واحد، وبدك تحاول تدور لحتى تلاقي الشخصيه اللي انت شايف انه هي فعلا اللي عامله هذا الشيء، تمام؟ فمو بس انه بس عم تشوف قصه وكذا، لا انت فيك تحكم بالقصه كمان. هذا الشيء مو كثير موجود بهذا النوع من الالعاب. يعني عاده اوكي بتمشي بتشوف القصه وخلاص، حلوه كويسه لانك بس هذا. طبعا الموضوع كثير بسيط، انت بس بتكبس على الاشياء، واذا معك غرض ما بتحمله مثل بقيه الالعاب انه عندك اغراض وبدك تشبكهم مع بعض وكذا، لا هو لحاله بيعمله. والقصة كمان فيها كوميديا حلوة، الحوارات بين الشخصية الرئيسية تبعك وصاحبه كتير حلوة، والحوارات بين الشخصية الرئيسية كمان وزوجته كمان حلوة. تمام، بدك تسمع الحوار كله كامل، وهذا تمثيل الصوت فيها كمان كتير منيح. تمام، end conversation. خلينا نشوف إذا فينا نشوف شي فوق. staircase isn't very well. I'll go first. We should. I just. أظن نكمل الحكي معه وتقلنا نطلع لفوق. يمكن إيه. break in. فب إيه مهم تعطيك قصة كذا كذا كذا، ما بدي أحرق. أوكي. بس مثل ما قلت لكم الفكرة هي هذا كان في واحدة بس عدينا عليها، المفروض كان أخذها. أوكي. هلا شوف شو الحلو هون. هتيجي تطلع فوق، بس تحط هاي فوق هتلاقي كيس بوك، هتلاقي هدول التابز اللي فوق، هتكبس مثلا هون الكرنت كيس، هي الكرنت كيس، وهون الاشياء اللي انت ممكن تعملها. تمام، هذا الجيم بتقول لك انه اعمل هدول الاشياء. وبشكل عام زراف كمان فيك تيجي تقول هون مثلا اوكي هي الادله، وبتقدر تقراهم وتشوف اذا انت يعني فعليا عم تاخذ نوتس وانت عم تلعب. تمام، فكمان هون مين المتهمين كلياتهم موجودين هون، وهون الدوكيومنتس. تمام، اذا في اي مستندات تلاقيها بالطريق بتلاقيها هون، فيك ترجع لها تقراها من اول جديد. فالجرافيكس حلوه طبعا كبيكسل جيم،
التمثيل فيها ممتاز والقصة كتير حلوة الصراحة. أنا كتير حبيت القصة بالنهاية يعني جتني ابتسامة حلوة هيك بعد ما خلصتها. وأنا حليت أعطوني achievement أني حليت كل الألغاز كل الكيسز بشكل صحيح تمام. مهم طبعا هون بسيب بدك تدور مثلا هون بتطلع في هون جام بيقول لك انه خلينا نشوف شو هذا مكسور ومدري شو تمام. مهم ما حكمل كتير اظني شرحت ما فيه الكفاية بس كجيم كتير ممتازة. الميوزك حلو الجرافيكس حلوة والتمثيل فيها حلو والقصة ممتازة وهدول الالعاب هذا هو المطلوب. زائد فكرة انه انت ممكن ترجع تلعب الجيم هاي اكتر من مرة وتاخذ خيارات جديدة والجيم نفسه بتتغير تمام. ممكن انك نهاية تتغير ممكن الشخصية تبعك يعني تصل لسعادة او تصل لبؤس او كذا على حسب شو الخيارات اللي بتعملها بينك وبين صاحبك وبين مرتك وبين الناس اللي موجودين بهذا المكان. اوكي مهم هاي هي لامبلايت سيتي. شكرا كتير لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. نشوفكم بعدين. سلام.